السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تألق نجم جديد من أصول جزائرية في صفوف نادي ليل الفرنسي. ماشي راني نهدر على آدم الناس ولا زداد لعاب، يعني من أصول جزائرية من مواليد سنة 2006، وين عندنا وين سوف عن يعني النجم الجديد ينشط حاليا في صفوف نادي ليل، ويتعلق الأمر باللاعب محمد بوسعدية. هذا اللاعب من مواليد سنة 2006 بفرنسا، أصوله جزائرية من جهة الأب والأم، وتحديد من ولاية المسيلة. كون هذا اللاعب شاب من في صفوف نادي ليل، ابن مدرسة نادي ليل الفرنسية، وين يلعب في منصب وسط ميدان هجومي، ويمتلك يعني وين نقولوا باللي يمتلك مستوى كبير، يمتلك مستوى كبير يعني وسط ميدان، منصب وسط ميدان هجومي، يعني وين يمتلك إمكانيات بدنية وفنية مميزة، جعل منه يتألق خلال موسم المنصرم في صفوف نادي ليل لفئة أقل من 17 سنة، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 11 هدف آخر لفئة أقل من 17 سنة للموسم الحالي، حينما تمكن في صناعة 3 أهداف كاملة مساهم في فوز نادي ليل. مع العلم أنه هذا اللاعب الشاب سبق له زيارة الجزائر في العديد من المرات، وحلمه اللعب لصالح محاربي الصحراء لفئات الشبانية، وهو من بين محبين النجم المنتخب الجزائري. يعني محرز أنا نقولوا بلي ودي اليوم وين اللعاب هذا، لاعبين كيما هذا عنده 17-18 دير منا 2026 شحال تكون عندهم العام، شحال تكون يكون واجد، يكون حاضر، يكون طري، يكون طايب. 17 نعم، 18 19 20 21، تكون عنده 21 عام. كوب دي موند، كوب دي موند يا جماعة، روحوا شوفوا منتخبات كبيرة، منتخبات في الكوب دي موند، شوفوا اللاش تاع اللعابة تاعهم، روحوا شوفوا أغلبية المنتخبات، شوفوا اللاش تاع اللعابة، روحوا شوفوا. خلينا كاين اللي لعبوا 2018 صغار ولحقوا 2022، خلونا ملي عاودوا تجديد من 2018 كبروا عندهم اللعابه، عاودوا تجديد، غسل دماء جديده ومنه ضخ دماء جديد، شوفوا شحال عندهم. خلينا كما نقولوا حنا فرنسا كاين لعابه اللي لعبوا 2018 راهم يكملوا في هضروا، بصح لعابه شحال كان عندهم العام، كاين اللي مبابي شحال عندهم العام، كاين لعابة اللي كانت عندهم 20 عام ما عندهم 24 عام، كاين لعابة اللي كانت عندهم 22 عام ما عندهم، شحال عندهم؟ راك تشوف، كاين اللي كانت عنده 24 عام ما عنده 28 عام، كاين اللي كانت عنده 23 عام عنده 27، يعني من بعد ربع سنين بعد كأس العالم يكمصوا الناس في التجديد، على يدير لك كأس أمم أوروبا، ويدير لك كأس افريقيا، ويدير لك كوبا امريكا وكاس اسيا، علاه يا ويلي تقعد تجدد سي محمد؟ حنا ما جددناش، حنا لصقنا، حنا ما تقدمناش، حنا والله ما ضربنا خطوه، حنا من 2018 ما ضربناش خطوه قدام والو. انا قاعدوا يكذبوا علينا باللي عندكم 4 تشكيلات، التبليسه في غولي، التبليسه جابهم مبليسين، 2-3 ما صورناش، عندك واحد اللي عنده 4 تشكيلات، كاش 4 تشكيلات؟ يقول لك عندك 4 تشكيلات، كانت عندنا 4 تشكيلات، بلي غارديا تاعهم بصوالحهم وكلش، ومين تجي نتايا ماتش نتايا 2 ديرو 3، ومن بعد تجي تفهمني تقول لي بلي كان عندنا 4 تشكيلات، ما كانش عندنا كاع، تما ذوك اللي كانوا كاع يجوا هذوك غير زيادة، يجوا ويروحوا، هذوك غير يجوا ويروحوا، هذوك عرضة. كانوا يجوا يعرضوهم وصايك، يعرضوهم يجي يدير هكا يتصور سوفونير، يتصور ويروح، كليشو كان يجوا يتصوروا ويروحوا، تا
تاليه تاليه كاع تاليه 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 كاع تاليه في تونس سكتو الضربه تاع ديلور مع ايلان. ديلور مكا جاب لك ايلان داش باصات ايلان موهبه صاعده هو لعاب موهبه وسوف منا وسوف ياكل افريقيا وسوف من سوف من سوف من جابها دوره باش تعقلوا روحنا لعبنا في مصر ولعبنا هنا مع بوركينا فاسو زاد زاد ولا شفتوه لعب باش تحكموا عليه شفتوه لعب باش تحكموا عليه ما كاش بعد يجي يقول لك يا ودي انتوما راكم تهضروا نهضر من حقي انا عندي حق نهضر على ليكيب ناسيونال انا عندي حق عندي حق نهضر على ليكيب ناسيونال انا عندي حق نهضر على ليكيب ناسيونال ومن حقي نهضر على ليكيب ناسيونال وما ينجم حتى واحد يقول لي اسكت كي نهضروا نجيبوا جيبوا اللعابه كاع المنتخبات يلعبوا بالمستوى الاول التقييم كاع في اوروبا ماشي في الخارج خويا لا انت حنا رانا نجي نقولوا بلي الخليج كاين لعابه اراوي راه بدران البارحه انا شفت واحد داير له كيما هكا شاهد الهدف تاع بدران والله العظيم قلت انا ندخل نشوف ندخل نشوف كانوا دايرين توني حمراء قلت والله لا دخلت شفت الهدف هذا لم يحضروا عليه دخلت شفت نسيب هذا جوير ضربها مركاها انا اللي دار روتري حسبته هو بدران بعد يوروا في بدران اضربها دخلها بدران دخلت لي كومونتات الناس باش فهمت بلي بدران مركاها الروح باش فهمت انا شفت بدران مركا ما فرحش يزقي قلت انا ما عجباتوش ما عجباتش البنت شي ما اظن هو مركاها الروح كي نقولوا سعيود سعيود البارح فاني دار دار اسيست يعني في القمه في القمه على بالك بلي كاميرون كاميرون كون جبت له واحد كيما سعيود كان غادي يربح يربحك تا شي غايضتني تاع كاميرون اي ربي راه داري تا شي غايضتني بارتي تاع كاميرون اللي خسرناها راي غايضتني راي غايضتني راي غايضتني راني راي غايضتني الا نتوما راكم بغيت تحوسوا كيفاش تنساو انا غايضتني هاي غايضتني يا رب العالية كيف راحت لنا ماشي حق تروح لنا ماشي حق عيب حرام حرام هاك عشتي ولا حرام حرام والله لا حرام والله يا لونترينر وقتك وقتك جيت انت في وقتك مدربين وخد اخرين واحد كيما سعدان كان كاين واحد كيما عوار عدل ما كانش كاينين الله غالب واحد كيما فايد يعني نقر شتا كاين جابهم غوركيف عشنا معاه تاكتيك دو جو عالمي غوركيف غوركيف عشنا معاه تاكتيك دو جو عالمي بصح نتايا من 2019 رواح ولينا غير نربحو برك بدون اداء انا بغيت انا مش كي نهدر كيما هكا نهدر كيما هكا كاين مين نهدر كيما هكا يقول لك انت تكره والله العظيم يا ولي هذا الانتقاد بلا مليح انا مانيش ما نكرهوش انا مانيش منافق انا مانيش منافق انا قادر نكون منافق ندير لكم كيما تاكتيك عالمي منا وزهر مكاش وقاسامة باي طير 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 سيراليون قاسامة سيراليون قاسامة غينيا استوائية قاسامة كوت ديفوار قاسامة صح حصلوا في قاسامة انا الا راكم زعامة وراكم رجالة هضروا لي على التاكتيك دو جو تاع كوت ديفوار في مباراه مصيريه هضروا لي على التاكتيك دو جو هضروا لي على التاكتيك دو جو اي قولوا لي على التاكتيك دو جو اي لا زعامي كي لعبنا امام كوت ديفوار عباك مهزله تكتيكيه مهزله الناس ضحكت علينا قال لك مهزله ولا هنا لا هنا كره الكاميرون انا شكون اللي يلعب واحد صاب واحد ويحارب الاخر كيسموه بن ناصر لعبنا 6-1-3 هاي الخطة التكتيكية هي اللي هدتنا وين الكاميرونيين سيطروا علينا في الميليو تيرا غبنونا في الميليو تيرا حنا ولينا نلعبو كرات طويلة شو انت اونترينر جات في وقتك جاو مواهب وكاينين كثرة تاع مواهب بصح ما فهمتني الا انت ما الا اتصلت بيهم ما بغاوش يجو ما فهمتش والله مازال ما فهمت والله مازال ما فهمت كاين لعابه اللي نتصلوا مع والديهم نتصلوا معاهم يقول لك ما كاش لي وصلنا
اه والله ما راي عندكم اخويا، اش غادي نقول لكم، راي عندكم دبروا يسعكم وصحيح. هذه هي، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، وان شاء الله بربي ديما معكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم ان شاء الله، صحيتو.